السلام عليكم ورحمة الله. أفضل ويندوز على الإطلاق يا جماعة، والله والله بلا يعني ما ببالغش. الويندوز ده قوي جدا وسريع جدا وهتستفاد منه في كل حاجة. بيتهيألي أنا ما حسيتش بسخونة في الكمبيوتر، ما حسيتش ببطء بتهنيج، الكلام ده كله. بفتح الحاجة زي ما انتم شايفين طلقة، يعني حتى في اللينكس ما شفتش كده والله. يعني الحاجة بضغط عليها بتفتح، ما فيش أي مشاكل في الجهاز خالص، تقفل يعني ما فيش أي حاجة تعوقك تهنج معاك، مفيش اي رندر، مفيش اي حاجة. طبعا دي القايمة بتاعتها بمحتوياتها، بتنزل فوتوشوب عادي، بتعمل اي حاجة على الجهاز، ما بيقولكش انت بتعمل ايه، بتشغل كذا تطبيق، بتعمل اي حاجة، ما عندوش اي مشكلة خالص. تفتح متجر بتاعها برضه بالشكل الجديد ده، كان الاول كان هنا وكان في مشاكل، تطبيقات كتير مش شغالة. طبعا حسينا على موضوع التطبيقات ده، وكل التطبيقات دلوقتي شغالة ما فيهاش كلمة، حتى في تطبيقات مونتاج منضافة وتطبيقات تعديل على صور والكلام وايديتنج وكلام من ده كله موجود في الويندوز من غير ما تنزل له تطبيق. شكلها يا جدعان اشكالها جميلة جدا 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 فوق ما تتخيل، زي ما انتم شايفين كده، وخفيفة جدا، نسخة لايت جدا جدا كمان. يعني شايفين السرعة عندنا هنا، طبعا البحث بقى موجود على طول، سهل جدا وسريع، وفي نفس الوقت بتجيب منه الخيارات اسرع، سواء هتبحث تطبيقات او دوكومنتس او غيره. تمام، عندك المتجر اللي طبعا مايكروسوفت، اضافات والعاب جديده ما كانتش موجوده قبل كده طبعا. كل حاجه هتلاقيها هنا بسهوله جدا، ومش هتتعب بعد كده انك ايه تدور او كده. يعني حتى نزلوا البلاي ستيشن، بس بابجي مش هتشتغل دبل كليك، بابجي لازم محاكي ايميليتور، لان هي ان انا نزلت تطبيق اي بي كي ما ثبتش. يعني مثلا على سبيل المثال لو نزلت بابجي وعوزت تثبتها، او اي لعبة غير عوزت تعملها تثبيت على الويندوز، لازم تنزل ايميليتور اللي دي بلاير او جيم لوب او غيره عشان ايه، عشان تثبته. طبعا انا لو جيت عملت اوبن ويز هنا، فعلى ملف التطبيق ده مثلا مش هلاقي له اي اداة تفتحه الا لما يكون في ايميليتور تحدد او تثبته من خلاله. كذلك بابجي، كذلك اي ملف اي بي كي، ده كان كلام ناس يوتيوبر ان هي بتشغل اي ملف اي كلام ما بتشغلش الا لازم يكون في ايميليتور، يعني جيم لوب لازم يبقى موجود. تمام، دايركت اكس 12 يا جماعة، زيها زي ويندوز 10 بالظبط. طبعا كفاءة كارت الشاشة هنا في الجرافيك أعلى من النطاق بتاع ويندوز 8 وويندوز 9 وويندوز 10. أنا شايف إن 8116 دي كتوتال كشير، ده اللينك تحت الفيديو، وادعمونا بلايك وشير واشتراك يا جماعة.